ابن الفنانة صباح الجزائري كرم يحتفل بعقد قرانه وعروسته نسخة عن منى زكي ومعلومات أخرى. فاجأ كرم التقي ابن الممثلة السورية صباح الجزائري المتابعين بإعلان عقد قرانه على حبيبته. ونشر كرم التقي عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام صور من أجواء عقد القران ظهر فيها إلى جانب عروسته والتي ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض مع طرحة وباقة ورد في يدها، وكتب على الصورة حتى يفرقنا الموت. كرم التقي مع زوجته. وكان لافتا لكثير من المتابعين جمال إطلالة عروسة كرم، إذ أثنى الكثير منهم على ملامحها الناعمة. أشار البعض الآخر إلى الشبه بينها وبين الممثلة المصرية منى زكي. وهنأت الفنانة السورية صباح الجزائري ابنها كرم بعقد قرانه، حيث نشرت صورة ابنها مع زوجته وكتبت: مبروك، الله يهنيكم يا ماما، أفرح بعرسكم عن قريب. وتابعت: وشوف أولادكم، بحبكم كتير، بتمنى لكم كل السعادة والحب. ما كتبت شقيقته الفنانة رشا الطقي: ألف مبروك لحبيبات قلبي، إن شاء الله بتتهنوا وكل أيامكم حب وفرح. أما شقيقته الفنانة طرف الطقي فقد كتبت: ما عندي كلام يعبر، ناطرة هاليوم من وانا وصغيرة، إلكم كل الحب يلي بقلبي وأكتر، الله يحميكم، مبروك. وروجت الفنانة السورية صباح الجزائري لمسلسلها الجديد الثمن الذي بدأ عرضه عبر قناة NBC1 ومنصة شاهد، حيث شاركت الفنانة صباح الجزائري جمهورها ومحبيها صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: تابعونا في الثمن. وظهرت الفنانة صباح الجزائري في أحدث إطلالاتها على السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية بنطالا باللون الأسود نسقت معه قميصا أنيقا باللون الأبيض وحقيبة باللون الأحمر. وحظيت إطلالة الفنانة صباح الجزائري بتفاعل واسع من قبل المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي عبر أصحابها عن محبتهم الكبيرة لها متغزلين بجمالها وأناقتها، كما تفاعل معها العديد من زملائها في الوسط الفني ومنهم نزل الرواس التي كتبت في تعليق: صبوحتي الجميلة. كما علق الفنان طلال مرديني: إن شاء الله بيقبشني الجمال. وكتبت الفنانة ميسون أبو أسعد: الشوكولا. صباح الجزائري فنانة سورية شهيرة تميزت بجمال عربي وحضور طاغي منذ بدايتها في السبعينيات، فلقبت بسندريلا الشاشة السورية، أما عربيا فهي أم عصام في باب الحارة، الدور الذي سيظل خالدا في أذهان كل محبيها في العالم. الفنانة صباح الجزائري هي الشقيقة الصغرى لسيدة الكوميديا العربية سامية الجزائري، والتي ساندت ودعمت شقيقتها الصغرى في مسيرتها الفنية. فبدأت الفنانة صباح الجزائري مشوارها الفني عام 1972، وكانت أولى أعمالها فيلم مقلب في المكسيك، ومسرحية مسرح الشوك، ومسلسل صح النوم. ولدت الفنانة صباح الجزائري في 23 من يناير عام 1955 في أحد أحياء دمشق القديمة، وتبلغ من العمر 67 عاما. تزوجت الفنانة صباح الجزائري في بدايتها من الفنان دوريد لحام الذي كونت معه ثنائية ناجحة في الكثير من الأعمال الفنية، وتزوجا بعد قصة حب جمعت بينهما، وكان لحام في ذلك الوقت متزوجا من زوجته السيدة هالة بيطار أم أبنائه. زواج لحام والجزائري لم يستمر طويلا،
وقد أكد الفنان نوريد لحام أن الانفصال الذي وقع بعد شهرين كان قراره وقرار الفنانة صباح الجزائري. وبدورها كشفت الفنانة صباح الجزائري خلال استضافتها في برنامج راحت علينا أنها تعرفت إلى زوجها اللبناني السيد رباح الطقي وكان بينهما إعجابا متبادل، فبادرت هي باقتراح الزواج. وأوضحت الجزائري أنها انتظرت منه أن يبادر بطلب يدها لكنه لم يفعل، واعترفت بأنها امرأة جريئة ومبادرة. وقامت هي بعرض الزواج عليه حيث قالت له خلينا نتجوز، فأجاب أوكي وتم الزواج. وتابعت الفنانة صباح الجزائري أن تعارفهما قبل الزواج كان إعجابا وقبولا، بينما بعد الزواج عاشا مشاعر الحب الحقيقي وأنجبا 3 أبناء ويعيشان الآن حياة مستقرة، وقد أصبحا جدين للحفيدين محمد وجود. الفنانة صباح الجزائري مع زوجها رباح الطقي. رشا الطقي مع زوجها وأبنائها. أبناء الفنانة صباح الجزائري ورباح الطقي هما كرم الطقي، رشا الطقي، طرف الطقي، وجميعهما شاركوا في أعمال فنية، ولكن الوحيدة التي استمرت هي طرف، والتي تعتبرها والدتها امتدادا لها ولموهبتها. الفنانة صباح الجزائري مع ابنتها طرف.